أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. دونك في هذا لا فيديو إن شاء الله اون فا فوار ان اكزرسيس كوريجي، وهذا الاكزرسيس كونسيرنو لو موديل دو لا توم. إذا هذا الفيديو هذا موجه للتلاميذ اللي كيقراو في الترون كومون، يعني في جذع مشترك علمي. فلنبدأ على بركة الله. إذا دائما نبدأ بقراءة النص ديال التمرين. دونك أن أتوم دو كربون أ بور نيميرو أتوميك زد إيكال أ 6 إي بور نومبر دو نيكليون كي سابيل أوسي لو نومبر دو ماس هو أ كتساوينا 12. دونك هنا قالك عندنا واحد الذرة ديال الكربون، العدد الذري ديالها هو لو نيميرو أتوميك اللي كنرمزلو بالحرف زد كيساوينا 6. وهنا غنذكر بأن العدد الذري هو عدد الشحن الموجبة الموجودة في النواة. إذا انتم كتعرفوا بأن الذرة فيها نواة كاينة في الوسط ديالها أو لا في المركز، وكاين إلكترونات تدور حول النواة. العدد الذري هو عدد الشحن الموجبة الموجودة في النواة، واللي قلنا بأن هاد الشحن الموجبة اللي كاينة في النواة كتكون دائما مساوية لعدد إلكترونات الذرة. وبالتالي ممكن نقولوا بأن العدد الذري هو عدد إلكترونات الذرة. غير التعريف الصحيح وكنعاود نأكد عليها، أن العدد الذري المقصود به هو عدد الشحن الموجبة الموجودة في النواة، واللي كنرمزو لو قلت بالحرف الزاد. أي بور نومبر دو نيكليون، إذا هنا نذكر بأن لي نيكليون هما واحد الدقائق صغيرة كاينة لداخل ديال النواة، واللي هما جوج، كاين لي بروتون وكاين لي نوترون اللي هما البروتونات والنوترونات. لي بروتون كيكونوا شارجي بوزيتيفمون، عندهم شحن موجبة، بينما لي نوترون، وهاد لي نوترون جاي لنا من نوتر، نوتر بالعربية كتعني محايد، يعني ما عندوش شحنة. واضح؟ إذا نعقلوا عليها، لي بروتون شارجي بوزيتيفمون، par contre les neutrons sont charge ما عندهمش شارج. اللي كيتسمى كذلك لو نومبر دو ماس او عدد الكتله، واللي كنرمزلو بالحرف ا. اذا هنا عندنا مجموعه من المعطيات، من بينها ام او هي لا ماس دو ليكترون اللي هي هذه، و ام ان سي لا ماس دو نوترون الكتله ديال النوترون، والام بي سي لا ماس دو بروتون الكتله ديال النوترون، عفوا ديال البروتون. إذا نبداو بلا بروميير كيسيون. دونك لا بروميير كيسيون عندي، كومبيان اتيل دو بروتون، بمعنى في هاد الذرة ديال الكربون شحال عندي من بروتون، شحال عندي من بروتون. دونك هنا باش نجاوبو على هاد السؤال غنمشيو غير لهنا. هاد لو نيميرو اتوميك راه قلنا المقصود به هو عدد الشحن الموجبة اللي كاينة في النواة، وهاد الشحن الموجبة فين كتجسد؟ كتجسدنا في البروتونات. إذا لي بروتون كيكونوا مساويين لو نيميرو اتوميك. واضح؟ دونك في هاد لوكا هادي عندي لو نومبر دو بروتون هو 6. دونك لو نومبر دو بروتون اي زد ايت ايغال ا 6، هذا هو لو نومبر دو بروتون. اون باس ا لا دوزيام كيسيون، كومبيان اتيل دو نوترون. دابا بغينا نعرفو عدد النوترونات الموجودة في النواة، شحال عندي من نوترون. شنو غندير؟ هاد ا هذا اللي قلنا هو لو نومبر دو نيكليون، وهاد لي نيكليون شنو قلنا عليها؟ قلنا هي لي بروتون ولي نوترون بجوج. دونك هاد ا كتعني عدد البروتونات زائد عدد النوترونات. وبالتالي بما انني في السؤال الاول حددت العدد ديال لي بروتون، يمكن لي دابا نستنتج العدد ديال لي نوترون. شنو غندير؟ غندير ا ناقص هاد العدد باش نلقى لو نومبر دو نوترون اللي كنرمزلو بالحرف ان. دونك لو نومبر دو نوترون اي، دونك ان هو لو نومبر دو نوترون، كيساوي لنا ا لو نومبر دو ماس موان لو نيميرو اتوميك زد. دونك 12 ناقص 6 غتساوي لنا 6. دونك في هاد لوكا هادي راه عندي لو نومبر دو نوترون كيساوي لنا لو نومبر دو بروتون اللي ماشي ديما كتكون. اون باس ا لا تخوازيام كيسيون، كومبيان اتيل ديليكترون اي دوني سا فورمول الكترونيك. هنا قالك شحال عندي من الكترون. إذا الجواب هو هذا، زد كتساوي لنا 6. علاش؟ حيت دائما
لو نومبر دو بروتون كيكون كيساوي لنا لو نومبر ديليكترون. علاش؟ حيت الذرة محايدة كهربائيا والحياد الكهربائي ديالها كيرجع لتساوي ديال الشحن السالبة اللي كاينة في الإلكترونات مع الشحن الموجبة اللي كاينة في النواة. إذا هاد العدد الذري هذا ولا لو نيميرو أتوميك شنو كيعني لنا؟ كيعني لنا العدد ديال البروتونات وفي نفس الوقت هو عدد الإلكترونات. بالنسبة لا فورميل إلكترونيك ولا بارفوا كتسمى لا ستركتور إلكترونيك ديال الأتوم شنو هي؟ كنشوف هاد الإلكترونات هادو كيفاش موزعين، حيت نتوما بالتأكيد راكم شفتوا في الدرس بأن يعني الإلكترونات تتوزع في دي كوش، كاين لا كوش كا ال و ام. نتوما شفتوا في هاد النيفو هذا 3 كوش، لا كوش كا و ال و ام، وعرفتوا بأن لا كوش كا كتهز لنا جوج لي زيليكترون، ولا كوش ال كتهز لنا 8، ولا كوش ام كتهز لنا 8. دونك هنا في هاد اللوكا هادي عندي 6 ديال الالكترونات غيكونوا عندي. دونك عندنا 6 ديال الالكترونات. وبالنسبه لا فورمول الكترونيك داتوم دو كربون اي، هاد 6 الالكترونات كيفاش غيتوزعوا؟ لا كوش الاولى قلنا كتهز لنا جوج ديال الالكترونات، ها هما جوج، وشحال غيبقاو لنا من 6؟ غيبقاو لنا 4. هاد 4 غيكونوا لنا في لا كوش ال، هادي هي اللي كتسمى لنا لا فورمول الكترونيك او بيان لا ستركتور الكترونيك، هو التوزيع ديال الالكترونات في دوك الطبقات في دوك لي كوش اللي كيكونوا كيحيطونا بالنواة. بور لا كاتريام كيسيون، كيلي لا ماس دي نوايو اي دو لاتوم. اذا هنا مطلوب نحسبوا الكتله ديال النواه والكتله ديال لاتوم كامله. اذا نبداو بديال النواه. باش نحسب لا ماس ديال النوايو غنعتمدوا على هذه العلاقه. دونك لا ماس ديال النواه شنو كتساوي لنا؟ هي العدد ديال البروتونات في لا ماس ديال شاك بروتون اللي هي ام بي اللي قلنا عندنا في المعطيات، والزد هو عدد البروتونات، بلس ان هو لو نومبر دو نوترون فوا لا ماس ديال لي نوترون هي اللي عندنا هنايا. دونك غنديرو هنا، راه قلنا الزد كتساوي لنا ان حيت لقينا هنا 6 وهنا 6، دونك هي 6 فاكتور ام بي بلس ام ان. شنو بقى لي ندير؟ بقى لي ندير لابليكاسيون نيميريك. دونك 6 فاكتور ام بي هي هذه 1,672 etc. بلس لا ماس دو نوترون اللي هي هادي عندنا في المعطيات ديال التمرين. ابخي لو كالكول غتلقاو لنا هاد لو ريزلت هادي 2,00853 باردون هنا فوا 10 فوا 10 ا لا بويسونس موان 26. هنا راه نسيت واحد العشرة، اذا جوج فاصلة هادشي مضروبة في 10 اس ناقص 26. هنا عفوا راه نسيت 10، والوحدة هي الكيلوغرام، بويسك عندنا هنا لاماس ديال لو بروتون بالكيلوغرام، وهنا لاماس ديال لو نوترون بالكيلوغرام. باش نحسبو لاماس ديال لاتوم دابا شنو غنديرو؟ لاماس ديال لاتوم شنو كتساوي لنا؟ هي لاماس ديال النواة، لاماس دي نوايو اللي رمزنا لها بام نوايو، بلس لاماس ديال لي زيليكترون. دونك غناخد لو نومبر ديال لي زيليكترون اللي هو الزد، وغنضربو في لاماس ديال شاك الكترون اللي هي هادي. دونك ما بقى لي الا ندير ابليكاسيون نيميريك. لاماس دي نوايو اون ديجا كالكولي هي هادي 2,00853 فوا 10 على بويسونس موان 26 هي هادي. هنا راه قلت نسيت واحد العشرة، بلس 6 اللي هو عدد الالكترونات مضروب في لاماس ديال شاك الكترون اللي هي هادي عندي ديجا في المعطيات 9.10939 فوا 10 على بويسونس موان 31. ابخي لو كالكول غتلقاو لنا هاد الريزلت هادي 2 فيرغيل هاد الشيء هذا فوا 10 على بويسونس موان 26 كيلوغرام. طبعا الحين ما تنساوناش الوحده ديال الكتله اللي هي الكيلوغرام، وهذه هي الوحده العالميه لينيتي انترناسيونال دو لا ماس. اذا هذا راه تمرين بسيط وبسيط جدا حاولت نبدا به. ما تردوش الى جاكم اي تمرين صعيب، شي سؤال في ماده الفيزياء والكيمياء بالنسبه للتلاميذ ديال الجهه المشترك العلمي، طرحوه في لي كومونتير. دونك ما بقى لي الا نتمنى لكم كل التوفيق في مشواركم الدراسي، اي ميرسي بور فوتر اتونسيون اي ا بيانتو.